أسسته الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية. من رحمة الإنسان أنت إلى ضياء. تعتبر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف من أبرز مؤسسات المجتمع المدني القطري المعنية بالعمل الإنساني في بعده الإغاثي والتنموي. والحمد لله الهدف من زيارتنا حق المستشفى الإسلامي في عمان لدعم صندوق الصحة القطري اللي هو بالتعاون بين الجمعيات القطرية الخيرية الهلال الأحمر وراف و قطر الخيرية وهيئة الإغاثة الإسلامية لدعم الجرحى لعلاج الجرحى في المستشفى الإسلامي هنا في عمان، الجرحى السوريين بإذن الله إن شاء الله. وفي تركيا كانت راف تزرع الأمل. طبعا دكتور بسام كان كل عمليته هون بسبب انه هذا الجهاز من الجهاز الاماني هو من افضل اجهزه، زائد في عندك الضوء الليزر احنا خصصنا غرفه العمليات الدقيقه. وتقدم احدث التجهيزات انطلاقا من رسالتها النبيله وقيمها الانسانيه ومسؤوليتها الاجتماعيه. لترسم البسمه على ثغر طفل أنساه الكبار معنى الطفولة.